اهلا بيك يا حبيبتي، وكل سنه وانتم طيبين ومصر بألف خير. كل سنه وحضرتك طيبه، والاول مبروك عشان النهارده 3/7 عيد لكل المصريين، ومبروك علشان دورك الرائع في ونوس، دور الله انشراح. ميرسي خالص، ربنا يخليكي. ميرسي اكيد انت الايام دي يعني بتسعدي بحصاد نجاحك فيه زي كل سنه، بنبارك لك زي كل سنه على عمل جديد. الحمد لله الحمد لله. عايزه تقولي لنا ايه النهارده بقى في هذه المناسبه؟ والله المناسبه دي بنسترجع فيها ذكريات مؤلمه وذكريات سعيده، والحقيقه في يعني فرحة كبيرة بالتحدي الشعب المصري وإصراره على إنه ينتصر وعلى إنه يحقق طموحاته وأمانيه، والحمد لله اتحققت. الحمد لله، ألف شكر إنها اتحققت. الحمد لله الحمد لله. كنت متصورة إن اليوم ده هيجي، ولا زي كل المصريين ما كانوا متخيلين؟ أو مش كلهم، في ناس كانت متوقعة، ولكن كنت من الناس اللي متخيلة الإخوان هيفضلوا قاعدين 500 سنة زي ما قالوا؟ بصي، انا الوحيده اللي مصره ان الاخوان مش هيقعدوا، لدرجه ان هم الناس افتكرت ان انا على صله بحد بيديني معلومات. ايوه من كتر ما انا مصره انه الاخوان مش هيقعدوا. بس انا كان عندي اصرار في الشعب المصري قوي جدا، ولو استرجعنا التاريخ هنلاقي تاريخ مصر كله انه ما فيش حد بيقدر ينتصر على الشعب المصري. أيوة. فالتاريخ بيسترجع نفسه، فانا متاكده 1000000% ان الشعب المصري كان لازم هينتصر. فده كان اصراري انه ايه، الاخوان مش قاعدين يا جماعه. اكيد حضرتي اللقاء اللي عمله مع المرسي المعزول مع الفنانين، لانه كان لقاء بالنسبه لهم كلهم كانوا يعني ليهم ذكريات عنه ربما تكون الى حد ما ساخره. لا، انا عمري ما حضرت اي احتفاليه فيها السيد مرسي، ولا والحقيقه اتصلوا بي اكتر من مره عشان تكريم، رفضت ان انا اتكرم، واتصلوا بيا وقت احداث ماسبيرو علشان يشجعوني، علشان انزل في وسط المظاهرات قدام ماسبيرو علشان اعتصم واتذمر، بس ما عرفوش يوصلوا لي، لاني انا كنت قاريه الحكايه كويس قوي من الاول. ده ذكاء طبعا منك كالعادة. طيب عايزة أسألك سؤال أخير، هل شاركتي في اعتصام وزارة الثقافة؟ للأسف كنت بصور، لكن كنت متابعة كويس قوي معاهم الأحداث اللي بتحصل. أشكرك جدا الفنانة هالة صدقي، كل سنة وحضرتك طيبة، وتهانينا مرة تانية على دور انشراح، دور رائع، وانتي لسه راجعة من لبنان، حصلتي على تكريم مع أسرة العمل، ألف مبروك. الله يبارك فيك حبيبتي. واكيد هتنهال عليكي التكريمات في الايام اللي جايه. كل سنه وانت طيبه. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه، وسلامنا لاطفالك الحلوين اللي جنبك سامعين صوتهم. كل سنه وانتم طيبين ومصر بخير.